أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات والحمد ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى كالجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم
السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل عن ذنبه إنس ولا إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان وجنى الجنتين دان فبأي آلاء فيهن قاصرات الطرف لم يكن
Thank you.